بعض الحلول هي محاولة أيضا إنهاء الملف النووي، أيضا حل الإشكال الفنزويلي، حل أيضا إذا أمكن الإشكالات بليبيا، ولذلك محاولة إيجاد حلول سريعة. الحديث كل الحقيقة عن إعادة هيكلة القطاع والفترة الزمنية اللي راح ياخذ لحد طبعا تمكين أوروبا من تعدي الأزمة. لذلك هل علاقات قطر اليوم، إذا كانت علاقات لقطر متعددة أو تنوع في العلاقات، هذا كل الحقيقة يرفد ويصب في دعم المنظومة الخليجية، وأيضا يوجد جسور تمكن دول الخليج من المناورة ومن أيضا إيجاد حلول للمنطقة، خاصة في حال كان هناك نوايا حقيقية من أجل أيضا تجاوز الأزمات. ولذلك علاقات قطر تخدم الأمن والسلم العالمي، وفي الأساس أيضا أمن وسلم المنطقة، منطقة الخليج والمنطقة العربية. ولذلك علاقات قطر جزء من، كما للمملكة علاقات استراتيجية، كما لبقية دول الخليج الإمارات وغيرها، إذن كلها عمان، كلها العلاقات تصب في نهاية المطاف في مصلحة شعوب المنطقة.